اهلا بيكم مره تانية مشاهدينا، وبنبدا معاكم اول لقاءاتنا النهارده. وزي ما نوهنا في بدايه الحلقه هنبدا بفقره خاصه بمشروع تنظيم حملات التبرع بالدم. ويمكن زي ما نوهنا ان جمعيه تكاتف بدات في سنه 2010 في هذا المشروع، وفي 2011 بدات ذا تريبل افكت، منظمه ذا تريبل افكت في اسماعيليه. هنتكلم اكتر عن هذا الموضوع، والحقيقه بفضل هذه المنظمه ساهمت في وجود هذا المشروع ونشره في 23 جامعه مصريه. معانا النهارده اعضاء من منظمه تريبل افكت منورينا النهارده، هيتكلموا معانا اكتر عن هذا المشروع. معانا ابراهيم حسان، اهلا بيك، ومعانا احمد اسامه، منورينا يا جماعه. اهلا بيك ابراهيم واحمد. يعني بس انا في البدايه عايز اسال سؤال، هو لسه في دم في مصر؟ يعني ما تصفاش كله لسه موجود؟ لا، في كتير. في كتير الحمد لله، خير كتير. حاجه كويسه، لسه الامل لسه موجود. الحمد لله. انا عايز اعرف انت كليات ايه الاول؟ انا تجاره انجلش. تمام. انا لسه ما خرجتش، لسه ثالثه هندسه بترول. ثالثه هندسه بترول، جميل. يعني لو حابين نتكلم بقى عن المنظمه، انت قلتولي ان هي بدات في اسماعيليه بالذات في 2011، عايزين نعرف بقى البدايه جت ازاي وانتم انضميتوا ليها ازاي. هو في البدايه كان في مجموعه شباب شغالين في مكتب محاسبه، وقرروا يساعدوا اطفال اللي عندهم انيميا البحر المتوسط. فالاطفال دول بيحتاجوا نقل دم من دوريا كل اسبوعين لاربع اسابيع. طول عمرهم يعني؟ طول عمرهم، لحد نهايه حياتهم يعني. فابتدوا يجمعوا فلوس من بعضهم ويساعدوا الاطفال دول. بعدين وصلوا لمرحله ان الفلوس اللي معاهم دي هتخلص خلاص لو ما فيش حل جديد للمشكله يعني. فابتدوا يعملوا حملات توعيه للتبرع بالدم. والفكره بقى ابتدت من هنا. فابتدينا في نهايه 2010 كذا حمله في شركه، وبعدين من 2011 اول حمله اتعملت في الجامعه كانت في جامعه قناه السويس. والموضوع يعني مشي بقى بالاسلوب ده، اللي احنا بقينا نعمل حملات توعيه للتبرع بالدم في الشركات وفي المصانع وفي الجامعات. احنا بقى ابتدينا في الجامعه، يعني جامعه قناه السويس كانت اول جامعه ابتدت في الموضوع ده خالص. ابتدينا في مايو 2011 وعملنا اول حمله تطوعيه بتهدف لزياده الوعي باهميه التبرع بالدم. وكان الموضوع يعني مجدي جدا، ولقينا الناس هي حابه تساعد بس محتاجه بس شويه معلومات تتغير في فكرها عن الموضوع ده بالذات. ايه المعلومات دي؟ يعني لو حابين ان انتوا تقولوا لنا كده في خلال حمله التوعيه، طبعا بصوره يعني نبذه مثلا عن الحمله، بتقولوا لهم فيها ايه؟ ايه اللي انتوا بتحاولوا توصلوا لهم من معلومات عشان يقدروا يفهموا ان موضوع التبرع بالدم هي حاجه هتفيدهم وهتفيد غيرهم؟ الفكره ان احنا، انا واحد من الناس كان اول مره اتبرع بالدم، كان في حمله احنا كنا منظمينها اول مره ابتدت في السويس، ده كان في مايو 2011. تمام. قلنا هنبدا الحمله، وانا كنت معرفش اي حاجه خالص، انا هشتغل مع زمايلي في ان انا انظم الحمله. اول مره كنت اتبرع كان في الحمله دي، كان عندي معلومات كتيره غلط. كنت عايز اعرف الدم بتاعي الاول بيروح فين، ازاي عمليه تبرع بالدم. انا ما عنديش ثقه الاول في الناس اللي يعني الناس اللي بتلم الدم دي. موضوع الامراض والعدوى والكلام ده كله كان عندي نقص في المعلومات في المنطقه دي. فابتديت بقى بعد كده الناس اللي هم منظمين للحمله جم احنا كشغالين فيها بداوا الاول يوعونا احنا عشان نقدر ننقل الوعي ده للناس. تمام. اهم الحاجات اللي بتوعي بيها الناس، اول حاجه ان انت بتتبرع بالدم الناس محتاجه. انت الدم ده رايح لمين؟ وايه مصادر الدم الموجوده؟ المصدر الوحيد للدم ان متبرع يتبرع تاني المريض. تمام. يعني مفيش عمليه تخليق او تصنيع لكيس دم. فده الكونسبت او المفهوم اللي لازم نوصله للناس المتبرعين. تاني حاجه ان احنا نوضح لهم المجتمع بتاعنا محتاج قد ايه تبرع بالدم. المجتمع بتاعنا فيه تقريبا اقل من 1% بيتبرعوا بالدم. احنا عايزين نوصل ل 3% متبرعين بالدم. النسبه دي هتوصل مش عن طريق الحملات اللي بتنزل كل شويه دي، اللي هي مثلا انا في حمله النهارده في الجامعه او في الشارع فانا بروح بتبرع، وانا حتى مش عارف يعني ايه تبرع بالدم ولا الحمله دي هتودي الدم فين. كان هدفنا ان احنا نوعي برضو بفكره التبرع الدوري، ان انا كولد او كبنت يعني لازم اروح اتبرع كل 3 شهور، وكمان لازم اروح اتبرع كل 4 شهور، لان يعني دي فايده ليا وفايده لمجتمعي. فدي كانت اهم كونسبت او اهم مفهوم لازم نوصله للناس، فكره التبرع الدوري. يعني ناس كتير ما تعرفش ان الموضوع ممكن يفيدها، يعني موضوع ان هي تتبرع بالدم ده ممكن كمان بيعمل على تجديد الخلايا الدم داخل بالظبط. طيب التسميه بقى تريبل افكت، يعني اسم معناه ايه بقى؟ هو ده تريبل رقم 3 ده ليه مدلولات كتير. اولا نسبه المتبرعين زي ما احمد قال هي 1% في مصر، واحنا عشان نغطي كل الاحتياجات بتاعتنا محتاجين نوصلها ل 3%. عشان كده مسمينا تريبل يعني. بالظبط كده. وينفع الواحد يتبرع 3 مرات في السنه وهكذا. فهو رقم 3 كان ليه كذا مدلول يعني. وبعدين كيس الدم اللي بيتاخد بيتقسم لثلاث مكونات، كل مكون ممكن ينقذ حياه مريض مختلف. يعني اللي بيتبرع مره واحده لازم ثلاث حاجات، دم حمراء وكرات دم بيضاء.
صح كده، والبلازما صح منهم هو الحمد لله. انا عايز اعرف برضو يعني هل كل حد صالح؟ في ناس كتير بيبقى عندها الحماس وعندها حابه ان هي تعمل حاجه مفيده حتى كمان مش ان هي تستفيد، لا ان هي تفيد غيرها بس، لكن هل كل الناس بتبقى صالحه ان هي تتبرع بالدم؟ هل بتحصل زي الكشف قبل ما بيتبرع بالدم عشان نتاكد ان هو قادر على ده ولا لا؟ اكيد مش كل الناس صالحه، في ناس مصابه بانيميات وفي ناس حاجه ممكن ما يعرفوش يعني اكيد ايه اللي بيحصل بقى. في المفروض قبل ما انا اروح اتبرع في ابلكيشن كده او ورقه استماره انا بملاها، شفتي يبقى في ابلكيشن صحي، في دكتور واقف هو اللي بيتابع معايا وانا بملى الاستماره دي. بتبقى اولا في مواصفات قليله يعني مبدئيه، ان انا يكون سني من 18 سنه ل 60 سنه، يكون وزني اعلى من 50 كيلو. في موضوع الانيميا ده بيبان بنسبه الهيموجلوبين في الدم، تبقى نسبه البنت من 12.5 ل 16.5 نسبه الهيموجلوبين، ونسبه الولد من 13.5 ل 14.5. انا 9. وبيتم السؤال مثلا انت هل انت زرت طبيب اسنان لمده اقل من 6 شهور؟ 6 شهور دي عشان فتره حضانه اي فيروس او اي مرض. هل انت عملت عمليه؟ هل كان في خراج او حاجه زي كده؟ بنساله معلومات صحيه كتيره قوي عشان نعرف هل هو صالح للتبرع بالدم ولا لا. تمام. طيب ابراهيم، بص يعني انا بصراحه بشوف كتير حواليا الحاجات دي بتتم بشكل روتيني بحت. اروح مثلا اتبرع بالدم، الاقي اللي قدامي مثلا اللي هياخد مني الدم يقول لي انت عندك انيميا، اقول له لا ما عنديش، عندك مش عارفه ايه، لا ما عملتي عمليه، لا كده، طب يلا تكلع كده. في جهات كتير واماكن كتيره بيحصل كده، دي مش هقدر انكرها بصراحه لان انا شفتها يعني بعيني من غير فحص. بيسال بس بيعتمد على المعلومات الشفهيه اللي بيقول له اللي رايح يتبرع بالدم وبيعتمد عليها. انت شايف ان الموضوع ده دلوقتي مثلا اتغير ولا لسه زي ما هو، ولا بقى في حرص اكتر تجاه زي هي؟ بس يا جماعه قبل اي حاجه، ولا عايزه تقول ان هي برغم ان هي عندها انيميا وبرغم ان هي يعني في لا ده زمان قبل ما يجي، لكن كمان بتحاول ان هي تتبرع زمان. البارتنر معانا في المشروع او اللي بيتولى عمليه تجميع الدم، احنا مثلا ده تريبل افكت، احنا بنعمل توعيه عن المشروع كله، بس اللي بيتولى موضوع تجميع الدم المركز القومي لخدمات نقل الدم، واحنا هنا في اسماعيليه شغالين مع بنك دم اسماعيليه. فالبنك بنك دم ده بيشرف عليه من وزاره الصحه، وهو ليه كده عمليه معينه للمتبرع، يعني زي ما احمد قال كده، اول ما المتبرع يجي في استماره لازم يملاها، لو في حاجه في الاستماره دي مش مقبوله لا ما ينفعش يتبرع. بعد كده بيقيسوا له الضغط بتاعه، بعد كده بيقيسوا له الهيموجلوبين، بعد كده هو ممكن يتبرع. بعد ما بيتبرع بيعملوا برضو على الدم 4 تحاليل، فيروس بي وفيروس سي والايدز والزهر. لو عنده برضو اي مرض من الاربعه دول بياخدوا كيس الدم ده بيعدموه. فهي عمليه التبرع بتبقى عمليه دقيقه جدا، عشان كده بيبقى فيه برضو يعني ناس كتير صراحه بيحاولوا يتبرعوا، بس هو يعني بيبقى عنده مثلا الانيميا قليله وهكذا يعني. امال ايه السبب يعني طالما هي الموضوع بيبقى فيه دقه زي ما انت بتقول ان في كميات كبيره جدا ومهوله من الدم تم التبرع بيها غير صالحه للاستخدام وبتترمي؟ بالظبط. هو المشكله بقى في مصر في الاساسيه في موضوع الدم هي مشكله تخزين؟ ثقافه. لا هي مشكله ثقافه عموما، يعني الناس غير الخوف وهكذا. مصر فيها 4 انواع من المتبرعين. تمام. في المتبرع الاجباري، في المتبرع اللي هو يعني بيدفعوا له فلوس، ده للاسف موجود علشان يتبرع، وفي التبرع الاستبدالي، ده اللي هو يعني المشهور جدا، واحد باباه مثلا تعبان فهو بيروح يتبرع وخلاص حتى لو هو عارف. عايزه اعرف برضو، يمكن احنا معانا صوره، بس انا عايزك توضح لي ايه هو التبرع الاجباري، وايه يعني وضح لي يعني ايه تبرع اجباري. يعني مثلا لما واحد بيخش الجيش مثلا او بيخش ففي كده هيئات معينه بتجبر الناس اللي هم يتبرعوا حتى لو هو عنده مرض وممكن ما يكونش هو عارف. تمام. فده تاني نوع، ما بيفحصوش بقى، ما بيفحصوش خلاص. وفي التبرع الاستبدالي اللي هو مثلا واحد والده تعبان او حاجه، فهو ممكن يعني من ضغط الموقف وكده يتبرع، يتبرع مثلا وكده يعني. وفي بقى يعني انسب طريقه او الاصح اللي هو التبرع التطوعي المنتظم بقى، انا عارف انا ولد خلاص انا هروح اتبرع كل 3 شهور وهحافظ على صحتي وهستفيد والدم بتاعي هيتجدد اسرع وتركيزي هيزيد وهكذا. يعني انا بنت هروح اتبرع كل 4 شهور. كمان ده اللي هياخد المراحل اللي لازم ياخدها، يعني عندك طبعاً فكره عن المراحل دي ولا يعني انت طبعا مش طبيبه ممكن ما يبقاش عندك، بس هل انت عندك من خلال حتى نزولك الحملات يبقى عندك فكره دوره حياه كيس الدم من ساعه ما بتتاخد من المتبرع؟ حلو كويس السؤال ده. يعني دلوقتي لو هنقول مثلا احنا في حمله دلوقتي وفي متبرع اتبرع دم، فهم بياخدوا كيس ده وبيودوه المركز القومي لخدمات نقل الدم وبيعملوا عليه 4 تحاليل،
فيروس بي وفيروس سي والايدز والزغلول. خلاص بيشوفوا الكيس ده سليم بيبتدي بقى يتخزن عندهم لحد ما مريض يجي من نفس الفصيله يحتاج الدم ده، بس ممكن ما يحتاجش الكيس كله، ممكن يحتاج مثلا كرات دم حمراء بس على حسب هو محتاجه في ايه يعني. تمام. وبس بعدين بقى بيتصرف للمريض ده. هو بقى المريض ده لو معاه تامين صحي هياخده من غير تكلفه مجاني. لو معهوش تامين صحي بيدفع فيه 90 جنيه. تمام. طيب في نقطه برضو يعني حابه اتكلم فيها معاكم، وهي استعاده بناء الثقه ما بين المتبرع وما بين الجهه اللي بيتم التبرع ليها. يعني كان كلامي يكون لاحمد، في عدم ثقه. يعني انا مثلا زي ما انت قلت في بدايه كلامك، قلت ان انت ده اللي انتوا بتعملوه، ان انتوا بتقوموا بتوعيه الناس ان الموضوع ده هيفيدك، انت هتفيد وهتستفيد، والجهه اللي رايح ليها بتعرفه مثلا الدم ده رايح فين، او الجهه اللي هيتوجه ليها الدم ده او هيتنقل ليها الدم ده، كل ده انتوا بتوضحوا ليه. ولكن هل الموضوع ده بيجيب استجابه مع الناس؟ هل الناس مثلا بتصدق اللي انتوا بتقولوه ده، ولا هو بس مجرد بتسمع الكلام وخلاص، بتسمع مجرد كلام وخلاص؟ هو احنا مش في اختلاف بس بين الحمله بتاعتنا او مشروع تريبل افكت بتاعنا واي حمله تانية بتبقى موجوده في الشوارع او بتنزل في المصانع وكده. هدف الحملات التانية بيبقى ان هو يجمع اكبر عدد من اكياس الدم. هدف حملتنا هو الهدف الرئيسي بتاعها ان انا بعمل توعيه للتبرع بالدم. انا عايز اوصل نسبه 1% نسبه 3%. الواحد في المية 3% مش هتيجي بان انا كل واحد يلاقي حمله فينزل يتبرع. لا، هتيجي عن طريق ان انا ابقى عارف ميعاد تبرعي الدوري امتى واروح اتبرع. فهدفنا بيبقى توعيه، ما بستناش الحمله يعني. تمام. موضوع الثقه ده بقى يعني بيبقى نتيجه ان يعني هو عدم الثقه اللي موجود نتيجه ان المتبرع ما بتوضحلوش حاجه اصلا. هي زي ما قالت ولاء، انا بيجي لي المتبرع بحط انت عندك انت عندك 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 لا 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 خلاص. فهحط كيس الدم الابره، نزلت الدم خلاص، انا علاقتي بالمتبرع انتهت. تمام. حتى مفيش داتا بيز ارجع بيها المتبرع اقول له انت مثلا الكيس الدم اللي انت اتبرعت بيه ظهر فيه 1 2 3، وهل هو كيس صالح ولا غير صالح. ده بيولد ثقه ما بين المتبرع والجهه اللي هو مش حتى يقول له مثلا هات لي حاجات فحوصات او تحاليل، هاتها لي ورقيه مثلا مكتوبه اخر تحليل انيميا ليك، اخر يعني انا كجهه اطلب منه كده. يعني ممكن مثلا يطلبوا منه كده، او هو يبقى هو عارف انه هو رايح ياخد معاه الحاجات دي، مش مثلا مجرد ان انا ايه لقيت لقيت لا تعالى انت هتتبرع بالدم، لا تعالى خد دم وخلاص. التطوعي انت مش هتحطي له معوقات، يعني مش معوقات ان انا اقول لك هات لي. انت بتحاولوا تسهلوا الموضوع اكتر. يعني انا ممكن ابقى انسان قادر ان انا اتبرع بالدم، لكن ما اقدرش اعمل تحليل انيميا، ما اقدرش اعمل فحوصات كل ما الاقي حمله تبرع دم كل 3 شهور اعملها. فهي الفكره ان احنا بنجيب له ده، يعني احنا بناخد منه كيس الدم. تمام. بنرجع له مره تانية لان احنا مجمعين الداتا، بنعمل تحاليل لكيس دم، وبنرجع له بفحوصات ورقيه نقول له ان انت كيس الدم بتاعك ظهر فيه 1 2 3. فيعني بنظهر له هو الدم بتاعه صالح ولا لا. طيب يعني انا مثلا عايز اروح اتبرع بالدم دلوقتي، ايه اللي المفروض اعمله؟ يعني هل ممكن مثلا في حاجات معينه، اجراءات معينه لازم ياخدها؟ يفطر كويس، ياخد نسبه معينه من سكريات، يعمل حاجه، ولا اي وقت كده ممكن اروح اتبرع بالدم وانا مش يعني ما عملتش؟ في حاجات معينه لازم تتعمل الاول، خطوات معينه بالظبط؟ هو يفضل طبعا المتبرع قبل ما يروح يتبرع يكون يعني اخد فطار كويس كده، اكل فطار كويس ويقعد ساعتين، وبعد كده يروح يتبرع. العصير الشهير اللي بعد التبرع تقول يلا العصير. وبعد ما يتبرع يقعد لمده 24 ساعه يشرب سوائل كتير عشان يعوض حجم الدم اللي اتبرع بيه. واحنا كنا بنقول في الاول من شروط التبرع لازم يكون المتبرع فوق 50 كيلو. ليه بقى؟ عشان هو كيس الدم حجمه 450 مللي. تمام. وده بيبقى 10% من حجم الدم اللي موجود في البني ادم. ما بتفرقش بقى هو وزنه فوق 50 كيلو قد ايه، مش مشكله، بس هو 10% اللي هو الكيس ده بالظبط. فلازم بعد التبرع على طول يبتدي يشرب سوائل كتير عشان يعوض اللي فقد. ولو هو من المدخنين يقعد يعني ساعتين مثلا بعد ما يتبرع ما يدخنش علشان ما يسحبش الدم كله للرئه بتاعته. طب وقبل ما يتبرع عادي؟ وقبل ما يتبرع برضه يقعد يعني ساعتين كده وساعتين علشان الدم ما يتسحبش للرئه يعني. يعني هي ساعتين ما فرقتش حاجه يعني حاجه بسيطه كده. بس عايز اقول لك انا مره كان في حمله في الجامعه ورحت، بس انا مش يعني انا من نوع اللي ما بيفطرش. فشويه كده وابتديت احس ان انا يعني بروح عالم تاني، وان انا ابتديت يعني ابتديت ادوخ، فهم توقفوا وقالوا لي هو حتى كده باظ، يعني حتى الكميه اللي اخذوها مش هينفع. وفعلا الكيس لو لم يعني لو ما يعني ما تكملش او ما خدوش نسبه كافيه ما بينفعش. ما ينفعش مثلا ياخدوا الكميه اللي اتاخدت دي ويستخدموها مثلا. ليه بقى؟ لان الكيس ده بيبقى فيه ماده مانعه للتجلط.
عقبال ما ياخدوا الكيس من الحمله يودوه الثلاجه اللي هي اللي بيخزنوه فيها. فالماده دي مخصصه ل 450 ملي من المتبرع. لو اقل من كده الماده بتبقى زياده على الحجم ده. طب سؤال الاخير بقى، كل 3 شهور مثلا الافراد اللي هم بيروحوا يتبرعوا، هم عارفين ان هم كل 3 شهور بيروحوا يتبرعوا، ده التوعيه اللي انتوا بتقوموا بيها. هل مثلا كل 3 البنت كل 4 شهور، البنت كل 4؟ طيب هل مثلا انتوا بتسجلوا اساميهم، بتتصلوا بيهم مثلا لما يعدي 3 شهور او 4 شهور للبنات بتقولوا لهم ميعاد التبرع، ولا انتوا بتسيبوا الموضوع مفتوح كده هم بقى منهم لنفسهم يفتكروا او ما يفتكروش؟ احنا يعني في تاريخ الحملات بتاعتنا احنا لغايه دلوقتي عملنا 5 حملات، واحنا بنعمل حمله كل ترم، يعني في الترم الاول حمله وفي الترم الثاني حمله. فاحنا بنعمل حمله تقريبا كل 6 شهور. واحنا لغايه دلوقتي عملنا 5 حملات، واحنا يعني بنستعد للحمله القادمه يعني، وهي تبقى في خلال الشهر اللي جاي في الجامعه، واحنا بنعمل الحمله في مختلف الكليات خالص، في اسماعيليه وفي السويس زي ما قلنا يعني، دلوقتي خلاص بقينا في كذا جامعه يعني في مصر تقريبا. واقبال كويس من شباب الجامعه، كويس جدا. واحنا حتى يعني عدد المتطوعين اللي شغالين معانا، يعني احنا ابتدينا ب 60 متطوع بس او 70 متطوع في 5 كليات، دلوقتي عدد المتطوعين اللي بينظموا بس الحملات 170 160 متطوع موجودين من مختلف الكليات في اسماعيليه وفي السويس. الموضوع ده النهارده قبل ما اجي على طول كنت في جامعه السويس، كان في اسر كتير شغاله في حملات توعيه، فبيجوا لنا بسبب حمله تريبل افكت والتاثير اللي عاملاه في الجامعه، فبيجوا لنا انتوا هتنزلوا بحمله تريبل افكت، انتوا عايزين نشارك معاكم فيها، متحمسين يعني جدا يعني. حتى كويس قوي، حلو يعني. في شو بيتعمل، انا بعمل مش بعمل حمله عاديه، انا بعمل. وبخصوص السؤال اللي سالتيه يعني احنا بنرجع لهم ولا لا، احنا بيبقى في مكان على طول موجود في الكليه عندنا او موجود في الجامعه، بيبقى دايما اللي عايز يسال عن الورق بتاعه او الفحوصات بتاعته اللي اتعملت عن الحمله اللي فاتت واي معلومات هو التيم بتاعنا. بس هم اللي بييجوا يسالوا يعني، كان مش انتوا مثلا بتبقوا على اتصال بيهم؟ احنا عندنا داتابيز، اول ما بيجي الفحوصات من بنك الدم بنتصل بيهم على طول، الفحوصات بتاعت حضرتك وصلت للمكان الفلاني، ممكن حضرتك تيجي تستلم الفحوصات بتاعتك. والحمله بتاعتنا معروف ميعادها اصلا كل ترم، تبقى الترم الاولاني امتى او الترم الثاني. تمام، احنا بنتمنى ان 2013 3 هو رقم 3 يعني تريبل لون خير ان شاء الله، وتوصلوا لل 3% اللي انتوا بتتمنوه ان شاء الله. في صورتين هم جم في خلال البرنامج واحنا بنتكلم، ف هتكلم عليهم. اول صوره، الصوره دي دي كذا جامعه في الصوره دي المتطوعين منهم، وده تمام. كان حفل التكريم في منظمه الصحه العالميه يوم 14/6 اللي فات. ناس كتير ما قدرتش تيجي عشان كان فاليوم ده بيتعمل سنويا من منظمه الصحه العالميه حوالين العالم. والمركز يعني الريجنال اوفيس بتاع منظمه الصحه العالميه في مصر هي اللي بتنظمه سنويا، وبيكرم فيه كل المجهودات بخصوص التوعيه. ده نفس الموضوع برضو. ده حسن زميلنا، حسن في كليه هندسه. ودي المديره الاقليميه لمنظمه الصحه العالميه في مصر، وهي كانت يعني بتسلمه شهاده تكريم لجامعه قناه السويس على كل المجهودات اللي اتعملت. واليوم ده برضو كان وزير الصحه الموجود وممثل من يونايتد نيشن موجود. جميل ان بيتم تدعيمكم من الناس دي يعني. احنا كمان بنقول لكم يعني بنشجعكم، بنقول لكم طبعا جزاكم الله خير، لان انتوا بتعملوا حاجه في الاول وفي الاخر هتعود على الشخصين المتبرع واللي هيوصل له الخدمه دي بالخير. احنا بنشكركم جدا ابراهيم واحمد، نورتونا النهارده، ويعني ربنا يوفقكم، وهنكون متابعين ليكم ان شاء الله. شكرا. وهنطلع لفاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم فقرات.